من هو خليفة عبد العزيز جراد؟ يتجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتعيين وزير أول جديد بعد تقديم عبد العزيز جراد لاستقالة الحكومة صباح اليوم، وإثر إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان تكرس وجود أغلبية رئاسية مشكلة من الأحرار وباقي التشكيلات السياسية التي أعلنت دعمها لرئيس الجمهورية وخيار تعيين وزير أول. وتنص المادة 103 من الدستور أنه يقود الحكومة وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، بينما يقود الحكومة رئيس حكومة في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية، وهو الشيء الغائب عن نتائج التشريعيات. وأكدت الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو أن الحالة الدستورية الحالية تشير إلى وجود مساندة من معظم الأحزاب التي تحصلت على كتل برلمانية لرئيس الجمهورية مما يقودها لتشكيل تحالف الأغلبية الرئاسية. وقالت بن عبو في تصريح إن رئيس الجمهورية له الصلاحية في هذه الحالة أن يعين الوزير الأول، مشيرة أنه من باب الأخلاق السياسية على الرئيس أن يتشاور مع الأحزاب مثلما فعل في الدستور وقانون الانتخابات، ولكنه غير ملزم بذلك. وأوضحت الخبيرة أنه في حال ما تم تعيين وزير الأول فإنه لن يملك أي صلاحية سياسية أو برنامج خاص به، قائلة سيكون بمثابة همزة وصل بين رئيس الجمهورية والبرلمان وسيخضع لتنفيذ برنامج الرئيس. ويتداول في الكواليس ثلاثة أسماء لتولي منصب الوزير الأول الذي يتوقع تسميته في الساعات القادمة، أولهم مستشار في رئاسة الجمهورية والثاني وزير في الحكومة، أما الثالث فهو رئيس هيئة استشارية، في حين سيلجأ رئيس الجمهورية لاستقبال رؤساء الأحزاب وممثلين عن كتلة الأحرار للاستماع لآرائهم فيما يخص تشكيل الحكومة وتقديم مقترحات لهم. وينتظر أن تكون الحكومة مختلطة بين شخصيات حزبية وكفاءات وطنية، بينما سيحتفظ عدد محدود من الوزراء الحاليين بمقاعدهم للحكومة يبدو محسوما، في حين تبقى مسألة انضمام حماس للجهاز التنفيذي محل تساؤلات في ظل الشروط التي وضعها رئيس الحركة عبد العزيز مقري. شكرا.